انطلق الملتقى التوظيفي الأول لإقليم جنوب صعيد بجامعة الأقصر، حيث يهدف الملتقى إلى تعريف الطلبة والخريجين على المسارات المهنية المختلفة. وتشارك مؤسسة حياة كريمة في الملتقى لتقديم عدد من فرص العمل والتطوع لكل الشباب في مختلف المحافظات. بهدف تعريف الطلبة والخريجين على المسارات المهنية المختلفة وتوفير فرص العمل والتدريب لهم، جاءت استضافة جامعة الأقصر لملتقى التوظيف الإقليمي لقطاع جنوب الصعيد. مؤسسة حياة كريمة تشارك في الملتقى لتقديم عدد من فرص العمل والتطوع لكل الشباب في مختلف المحافظات، حيث يشارك متطوع المؤسسة في عرض الفرص المتاحة في الملتقى من تدريب وتوظيف. واحنا دورنا كحياة كريمة اصلا احنا مؤسسة تطوعية قايمة على الشباب، والشباب بالنسبة لنا جزء مهم جدا. مشاركتنا في الملتقى ده كان زي ثمار تعاون بتاعنا مع الجامعة ومع مؤسسات كتير تانية، نحنا بنقرب ما بين الجامعات ما بين سوق العمل. حياة كريمة بتحب تكون متواجدة في الفعاليات اللي فعلا بتفيد الأسرة المصرية والشباب، ودي مش أول مشاركة لحياة كريمة في ملتقيات التوظيف، لكن ده أول ملتقى توظيف إقليمي لجنوب الصعيد بيضم جامعات أسوان والأقصر وقنا. ويتضمن الملتقى التوظيفي مشاركة 25 شركة قطاع خاص في مجالات منها خدمة العملاء والديكور والإنشاءات الهندسية. احنا حبينا نشارك عشان نبدأ نتيح فرص لطلبة وخريجين صعيد مصر والأقصر وأسوان وكل المحافظات، فجينا النهارده عشان نعرض عليكم الوظائف المتاحه عندنا. عندنا خدمه عملاء لكل اللغات، انجليزي، فرنساوي، عربي، الماني، ايطالي، اسباني. المنتدى حاجه جميله جدا. انا بشكر حياه كريمه انها اتاحت كل الفرص دي للخريجين والطلبه لفرص عمل اكتر. النهارده بجد انبهرنا بكم الشركات. وفي إطار الحرص على الالتزام بمبادئ الدمج والشمول، خصص المنتدى فرصا تدريبية ووظائف للطلاب ذوي الهمم لتمكين هذه الفئة من الشباب وإعدادهم لسوق العمل وتوفير فرص العمل والتدريب لهم.